في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. صحيفة The Guardian تقول إن الحكومة البريطانية تريد إعادة طالب لجوء إلى سوريا باعتبار أن بلاده أصبحت آمنة وفق الصحيفة. دخول قافلة تابعة للتحالف الدولي مؤلفة من 35 شاحنة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود إلى القواعد العسكرية في شمال شرق الحسكة وفق شبكة نهر ميديا. مراسل حلب اليوم أفاد بوفاة شخصين جراء حادث مروري على طريق مطار دمشق الدولي. محاولة اغتيال تستهدف أمين الفرقة الحزبية التابعة للنظام حافظ هيلي إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته بمنطقة بيت تيما وفق مراسل حلب اليوم. الإعلامي الموالي مازن الريس يقول إن الرياضة في سوريا تعاني من خطر الإيقاف مجددا بسبب التدخل الحكومي في عمل الاتحادات الرياضية. صحيفة تركيا غازيتا تقول إن استثمارات رجال الأعمال السوريين في تركيا تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي ومساهمتهم في الصادرات تجاوزت 3 مليارات دولار.